طراش علاش ما جابوش لنا الشيخ طراش؟ حنا على بالنا الشيخ طراش كان غتجي ما جاتش، بغينا هما يفهمونا علاش ما بغاش. انا راه جاي ما عرفتش منين جاي، من 16 على الشيخ طراش. والله حتى الشيخ طراش يا خويا، امنا بالله وما جابوش لنا الشيخ طراش. سبباش والله ما عرفنا السبب، بالله والله ياخذ فيهم الحق. جايين بعد على الشيخ طراش هادشي اللي كاين. لا لا هاد السيد هذا خصني نمشي نقول ليه شي حاجه مهمه. بلاتي بلاتي هاني جاي. ها ها عاش الملك عاش. اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. ودابا نقدروا نبداو الفيديو ديالنا. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اخواني اخواتي كيف القاعده بالنسبه لهذا البوست هذا؟ كتشوفوا هذه الصوره هذه سكريني ودوزوا عندكم في ستوري وكتبوا لي شي عاده يوميه دينيه باش ندوزوها في الفيديو الجاي. وثاني حاجه صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصلوا الفيديو ل 20000 لايك وبلا ما نطولوا في الهضره نبداو. سير ابراهيم الكلاب تا هما عارفين شنو داروا هربوا. نيكست. دخلتي سوق راسك فيها بخ وما كتقولش السلام وحاسه براسك كيما درتي وحده ضعفيتي وحده غلاضيتي كيما درتي وحده. اللهم ديري داك الشيء اللي كيقول لك الطامطو ديال راسك وتعيشي بخير. هذا ماشي الصوت ديال شي خطراكس لا واقيلا الصوت ديالها ما عرفتش الصوت ديالها لا ما عرفتش. الاخوان متقاش تعيروا الدين، الدين لا، ان الدين عند الله الاسلام، متقاش تعيروا الدين. نيكست. حلويات اليوم تشوف غير القعدات وش الحلويات يما وش العيبة يما وش الكحبة يما. نيكست. ما لقيت ما نقول. واللي في الحرام شاف جسمك عمره ما يحط اسمه جنب اسمك. كينا لا تيأس، ما عمرك ما تيأس ما دام الله سبحانه وتعالى معك، ما دام الله معاك وما دام الله عطيك اليدين وعطيك الرجلين وعطيك العينين وعطيك بزاف ديال الحوايج في حياتك. كون انسان قوي، ثق في ذاتك وقدر قيمه نفسك. انت انسان تقدر تحقق، انت انسان تقدر تعيش كانك غادي تموت غدا. شي هاد الحياه تشغل كل وحده فيها. الاخت ماشي هكذا كيعطيو الناس يعني النصائح، ماشي هكا، لانك انت كتدوي بحال باغا تضربيهم. بالنسبه للفيديو اللي درتي انت راه زوين وافكار زوينه، غير الطريقه كيفاش توصلي ديك الفكره اللي عندك في الدماغ توصليها لبنادم تكون بواحد الطريقه يعني زوينه، يعني بلا غوات بلا صداع بلا والو، غير بالسياسه وبداك الشيء. ماشي السياسه اللي كتعرفوا لا، غير بلطف. راه حتى انا كنت كندير اغلط، انا كنت كنغوت ما ديروش وما تفعلوش وهكذا وهكذا وهكذا، ولكن من بعد تحسن شويه بشويه. من الاخطاء يتعلم الانسان. شفتي الفيديوهات ديالي القدام غتلقاي بان الفيديوهات اللي كنت الاولين، الفيديوهات الاولين ديالي اللي كنت دير في الانستغرام غتلقايهم كاملين غوات كذلك ومن حيث اختا احذري بحال هكا، وغتلقاي الغوات والصداع والراس وكذا. ولكن واحد الاخ صح ليا قال لي ما تغوتش ما والو، داكشي غير بلطافه وليونه وهكذا وهكذا. صافي من بعد تعلمت ويا غاده، يعني راه بنادم كيغلط يعني الفيديو الجاي ان شاء الله غتحسن. وانا دابا راه عارفكم غادي تقولوا لي دير لينا شي شعر، واش بغيتوا الشعر نديروا لكم دابا نيت؟ ولكن هاد المره ما غاديش ندير لكم الشعر، هاد المره غندير لكم واحد القصه زوينه، قصه ماشي ديالي ولكن خذوا منها عبره، وخصوصا بالنسبه لاساتذه اللي كيقريو. وهاد القصه اللي غنعاود لكم دابا خذوا منها عبره. بلا ما نطولوا في الهضره خليكم مع القصه. واحد النهار عرضوا عليا شي ناس بانني نحضر العرس ديالو. فاش مشيت صادفت مع واحد الاستاذ قراني في الابتدائي، مشيت عنده بكل تقدير واحترام. سولته قلت ليه واش ما عقلتيش عليا استاذ؟ بقى كيشوف فيا ويقول لي لا ولدي
ما عقلتش عليه. وانا نقول ليه كيفاش ما عقلتيش عليه؟ وانا نفكروا بواحد القصه قلت لي ما عقلتيش يا استاذ. واحد المشاغب كان كيقرا عندك واحد النهار سرق المكانه ديال واحد الاخ كيقرا معاه، وداك اللي تسرقت ليه المكانه بدا كيبكي في القسم حيت ما عرفش شكون اللي داها ليه. وفاش شفتيه كيبكي طلبتي منا اننا نوقفوا كاملنا قدام السبوره باش تقلبنا. وفاش سمعت انا ديك الهضره صدمت حيت غادي نتفضح قدام التلاميذ والمعلمين والمدير والناس كاملهم، وكلهم غادي يبقاو يضحكوا عليا وغادي تحطم الشخصيه ديالي والداخل ديالي بزاف. المهم طلبتي منا اننا نعطيو وجهنا للسبوره ونغمضوا عينينا. كانت عندي المكانه في جيبي، ومنين وصلت نوبتي شديت ديك المكانه اللي كاينه في جيبي ولحتها مورايا. وفاش لحت ديك المكانه سمعت الصوت ديالها، ولكن انت دستي بحال ما وقع والو، قلبتيني ما لقيتي عندي والو حتى الاخر واحد. وانت تطلب منا اننا نرجعوا للمقاعد ديالنا، ودرتي في الجهه فاش تسمع الصوت ديال المكانه وهزيتي ديك المكانه وعطيتيها للمولاه. وانا ديك الساعه كنت خايف وكان قلبي كيضرب، ولكن الغريب في الامر انك ما ذكرتيش السميه ديالي وما قلتيش شكون اللي شفر المكانه، وكملت العام الدراسي عادي. ما ذكرتيش ليا الشفره، ما ذكرتيش الساعه، ما ذكرتيش شكون اللي شفر الساعه، يعني داز العام طبيعي. ومن ذاك النهار الى يومنا هذا ما عمري شفرت حتى شي حاجه، حتى لو كانت ديك الحاجه بسيطه. وانا نقول ليه دابا عقلتي على هذه القصه اللي طرات ليا بيني وبين. هو يضحك وحط يدو على كتافي بدا كيقول لي ايه عقلت، وهو يقول لي راه تعمدت بانكم تعطيو وجهكم للسبوره وتغمضوا عينيكم باش ما يتفضحش داك اللي سرق الساعه، ولكن راه حتى انا ملي كنت كنقلب فيكم كانوا عيني حتى انا مسدودين باش يتستر قدام التلاميذ ديالو وما يتفضحش، ويتستر حتى قدامي انا باش ما نعاقبوش. كنتمنى ان هذه القصه تكون عبره لكم. ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل يحيي الستير ويحب الحياء والستر. هذوك الناس اللي كيبداو علينا تيجي لي ما تحقق قبل 2018. اش غنقول لك بالسلامه؟ اش غنقول لك؟ من نهار عرفتك وانا اللور لور، من نهار عرفتك وانا زيرو، من نهار عرفتك وانا المصائب كينزلوا عليا بحال الشتا، ومن نهار عرفتك ما شفت نهار الزوين. وهذا الزبيل كامل ها اللي داير وجايب وجهك احمر كتقول لي شي كلمه بالنسبه لهذا الصوت هضره ديالي دايرو في ذاك العام. هذوك الناس اللي كيبداو عليك ملي كتسالي ديك 2012 شي كلمه في حقك قبل ما تسالي 2018، غنقول لك بالسلامه. انت شكون انت باش نقول لك شي كلمه في حقك؟ شكون انت؟ شنو درتي بيني وبينك؟ شي حاجه كتعرفني كنعرفك تقول انا هادشي كان محقق في 2019 2020. ندوزو للفيديو الاخر. اللهم نسالك خير ما في هذا اليوم وخير العمل والنجاح والحياه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. بزاف والله الا بزاف. نيكست. هذا واقيلا كيبغي يدير بحال داك الحلاق اللي كاين في برا داك سميتو ايا اش كيدير هذا فاش كتمشي عند صاحبك الحلاق كيدير فيك ما بغا ولا فاش كتعطي الحلاق 5 دراهم هي هذه دابا سير وراي ما عمرش شي حلاق بالكوستيم اول مره نشوفها هاك تقعد تقعد عطيه سي اش ديك كيديرها بالعاني ولا بصح شبان كيدير بحال داك ديال الملح كيدير هكا ما سميتو مازال هادو كامل وما نزورو ما بلاتي خصوصا داك الشاف بوراق بلاتي الشاف بوراق تحدى الشاف زويزو واخا غنشوفو شكون اللي غير بحبلتي قريب قريب. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب ولا ابالي فاستغفروني اغفر لكم وعزتي وجلالي ان اتاني عبدي ليلا قبلته وان اتاني نهارا قبلته وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن مسى إلي هرولت إليه وإن استغفرني غفرت له وإن استقالني أقلته وإن تاب إلي تبت عليه ومن أقبل علي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي اسمع اسمع لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لكي أطهرهم من الذنوب والمعايب. كون غير كنتي كتدخل الفيسبوك والواتساب والانستغرام والتيك توك كتلقى بحال هاد الفيديوهات هادو وعلاه فين غنوليو ولكن ما كاين بس.
نيكست. والله كيبقى في الحال بزاف كنسمع دوك البنات كيقولوا ما تزوجش بدري ما عندوش اللحيه. انا عندي 23 عام ما كتنوضش لي اللحيه. مقبير حسوا بينا حنا عندنا مشاعر. قلت والله حتى تعقدت حتىش ما كتنوضش لي اللحيه. ما خليت ما درت لي قال لي حك الثوم درتها قال لي حك البصله درتها القطران طلعت الوجه وقال اللحيه واش بغات نوض وجهي ملط يخ. عرفتوا شنو الاحساس تكون عندك 23 عام ما كتنوضش لك اللحيه؟ واحد زيد في 2002 عدت اللحيه عمر بها بسند. خوتي جمعوا لي واحد 100 مليون باش ندير العمليه وتنوض لي انا اللحيه. والله جمعوا لي 100 مليون تبقاو تشوفوني. والله والله تنغبر والله ما نبقى مرزتكم زعما. البنات انصحكم واحد النصيحه، ما تزوجوش بهذوك الدراري اللي عندهم اللحيه، راه طاغين كتبقاو النهار كامل في المرايه قادوا فيها وزوقوا فيها. والله راه يبغي اللحيه اكثر ما يبغيك انت. اللهم اني قد بلغ. انا راه 22 عام مازال ما تنوض لي اللحيه، راه ماشي كنحس انها راه ما كتنوضش. اوكي هادشي ديجا دويت عليه، يعني بلا ما ينزلوا شي وحدين في لي كومونتير وعفو عن اللحيه ولماذا تحسنوا اللحيه واللحيه واللحيه وما كتنوضش يا بنادم ما كتنوضش والو ملط. ها ملط كتنوض على القدومه هي اللي خليتها وتا الموستاش تا هو كنحيدو. ابداو عليها لماذا تحسنوا اللحيه واللحيه قال الرسول اعفو عن اللحيه وبنادم راه عرفنا وراه ما كتنوضش. ها ملط ها ما كاينش الاثار ديال اللحيه. نيكست. نعم ايمان. واش متوحشتش حبيبتك القديمه؟ دابا دخلنا عليك بالله ايمان، واش كاين شي واحد غادي يخلي الايفون وغادي يمشي نوكيا البيل؟ لا ايوا راه بحالك كاع هاد السيد هذا مسكين كيبقى فيه مطلعين عليه في الفيسبوك مطلعين عليه في الانستغرام الله يلا حشومه والله العظيم ما كاينش شي راجل يقدر يخلي ولا يخون البنت اللي كيبغي غنشوف مايا ما كنتوش مع الرجال كاينه هاد السيد هذا كاين كاينه هاد اها واو. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نقول لكم واحد الحاجه، راه شهر جوج ان شاء الله غادي تغير البدايه تاع شهر جوج غادي تغير المحتوى. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، ما نساوش توصلوا الفيديو ل 20000 لايك ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو تهلاو.